فهمني بحالك انا هنا. كم مرة قلت لك بس تشوهي حالك بهالطريقة تخبي وما تخليش حدا يشوفك؟ العمش صار نص عمري. نايلة وين هي البنسة؟ مين شايلها من صندوق العدة؟ ليش دائما غراضي بتخفي يا عمي؟ ليش دائما غراضي بتخفي؟ ليش الواحد بيتجوز وبيخلف ولاد؟ فيمدوا ايدين على اغراضه ويضيعوا له بنسته؟ نايلة نايلة ليش مش عم تردي علي؟ نايلة نايلة سليم؟ كم مرة؟ كم مرة يا سليم قلت لك ما تفوت على البيت على السكت؟ بلا تعمل لي سكتة قلبية يا سليم؟ 100 مرة طلبت منك تعطي إشارة قبل ما تفوت على البيت فجأة. فجأة؟ صار لي ساعة من أحكي معك، وبعدين إذا أنت رح يصير معك سكتة قلبية، أنا رح يصير معي جلطة بالدماغ، قد ما عم باكل دكاتور عباد. شو؟ أشي قصتك مش عم تسمعي؟ ترشتي؟ هلا أحكي. هلا؟ صار لي ساعة بحكي وبحكي، وأنت من تسمع موسيقى مش سامعتيني. مع مين عم أحكي أنا؟ مع عقلتي؟ عشو هالصريخ؟ عشو عم تسألنا؟ وين هي البنسة؟ بنسة؟ مش بصندوق العدة؟ لا. ايه يا حي بخزانة المطبخ النصانية ورا علبة الحليب بعلبة التبلوير. افتح علبة التبلوير بتلاقيها بقلبها. اش اخذها لهونيك؟ لشو كل هالسين والجيم؟ المهم انها هونيك. مرة تانية اللي بيستعملها يرجع على المطرحة. مرة تانية يا سليم تبقى فتش منيح قبل ما تصرخ على الفاضي. فتش منيح؟ ايه لو بدي بصر ما كان رح يطلع براسه ولا بالصارة انه الدنيا عخزين النصانية وعلبة الحليب والتبر وير الحمراء. عصبني يا سليم عصبني. خلي الروقان اللي بوجي يروح ويروح كل تعب يدعان، وبكرة بالسهرة يقول عمري فوق 40. 40؟ وبعدين اي سهرة؟ تقبرني ان شاء الله. بنتي بكرة عزمتنا على العشاء. كريم؟ ايه؟ عال عال مشتاق لك كتير انا. وبكره ما عنا شيء. رايت تقبرني. تلفنت قالت لي يا ماما ضروري تجوا لانه عامله كل العشاء بايدها، كل الاكل بايدها. بدها تطبخ بايدها؟ ايه. نايلة كل شيء؟ كل شيء. بكره مشغول كثير انا. روحي لوحدك يا نايلة وسلمي لي عليها وبوسي لي اياها. سليم. ايه بلشت الطبخ بكير كريم. ايه طبعا. اليوم على التليفون علمتك كيف تعمل السيادية والرز. بتكون عملتها لفادي وكيف فيها. بعينه فادي هاي بستاهلش. لا خلي سحله. نفس بنتي ما في اطيب منه بالاكل. الليلة حمايتها بدها تجن لما بتشوف اكلات بنتي. حليم وسلمى كمان معزومين؟ طبعا. لكن لشو عم زبط حالي من اليوم؟ الله يستر. ليك بدي روح انا اليوم بعد ظهر ساعدها شوي بالتحضير. بعد ساعة بتجي بتوديني لعندها لانه هلا بيكونوا بعدهم على الغدا. بيكون فادي مكيف بالسيادية. يلا خد نفس عميق. عمالك عليه رح تقتله. هم ولا انا ذاتي كل واقفين. مسكوا من اجريه وانفضوا. هيك بتنزل اللقمه. لا الفكره. لا خوجه بلا 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 بلا. يلا ضربي على ظهره. يا الله اذا مات هلا شو رح يقولوا عن الناس؟ هلا هيدا اللي يهمك. يلا فادي هلا هوب هلا هوب. كيف؟ قعدوا هوب. كنت اختلعت مدري شو اكل قبل ما تجي على البيت. لك يا حياتي شو بدي يكون اكل؟ لك يا حياتي ما اكلت شي برات البيت، بس جيت على البيت اكلت الضرب. يعني ست كريم يسلم وديتك كنتي روحتينا. انا شو خصني انا؟ هو شري قد ما حب الرزات ضل يزلط ونزلت بلا العواسي لحتى اختنق. الرزات؟ شو حبيت الرزات؟ لك شو هالرزات؟ لك حياتي كيف حبيت الرزات؟ لك حياتي انا ما قدرت العوسهم لانه واقفين الرزات، مش انا كنت عم ازلط الزلط. المهم هالمره نقضت على خير. يلا الحمد لله على السلامه. على كل حال انت وياه اخر ناس بتبقوا ارائكم باكلاتي لانكم ما بتفهموا بهيك شغلات. بكره بتشوفوا بكره بتشوفوا الناس شو رح تقول عن اكلاتي. ناس؟ لك اي ناس؟ اهلي واهلك. انا تلفنت وعزمتهم بكره على العشاء. لا 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 حياتي لا الغي العزيمه ولو حياتي. شو نسيتي ما هالسمكه يلي كنا بدنا نطعمين اياها بكره عشيه؟ انت دعكتيها وصارت ماسح وبدنا نكبها. لا 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 لك اي سمكه؟ بدي اعمل لهم جيجو. جيجو؟
لشونجيكول حياتي، لشونجيكول، لشونجيكول. بعدين حياتي بنتصل بالمطعم وبيبعث لنا اكل. لشو تعمل انت عروس جديده؟ مش لازم تتعذبي. شو بدك يقولوا عني بلا ذوق؟ عزمتهم على العشاء مش مكلفه حالي وطابخت لهم؟ بدك امك تحملني وتدور؟ لك امي؟ امي رح تحملك وتدور، مش لانه اكلت من اكلات المطعم، لانه اكلت من اكلاتي. ليك يا فادي، على كل حال الناس مش كلها ذوقها مثل ذوقك. بعدين انت استغربت اكلاتي لان اول مره بتاكل من ايدي واخر مره. شو بدك تقول؟ قول بدي اطبخ بكره، يعني بدي اطبخ بكره. كريم ما تنسي تعزميني على العشاء بكره كمان. بتصور رح تعزوني؟ لك اكيد رح نعوزك، اكيد رح نعوزك وجيه. ليك وجيه، شو بكره انتو جاي لعنا؟ ما تنسى تجيب نمره المستشفى. رح جيب الدليل كله. بيكون احسن.